عليكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم في فقرة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم، وهو السيد أحمد عتيق المحاربي من إمارة أبوظبي. أهلا وسهلا فيك سيدي. الله يحييك يا مرحبا. سيد أحمد عتيق المحاربي، نعم. نبي نعرف قصة نجاحك، كيف بدأت حياتك المهنية في دولة الإمارات؟ الحمد لله. أنا أحمد عتيق محمد علي المحيربي، من سكان أبوظبي. بديت مشروع أو مشروع واحد ليوة للرحلات من أواخر 2009. الحمد لله السنة هذه نحن نتكلم عن منتج، وصلنا لتقريبا 55 منتج. اسم واحد ليوة. شغلنا مركز في إمارة أبوظبي والإمارات. كنا في فرع بالشارجة، والآن في أبوظبي والعين ومنطقة الضفرة. وأنا من سكان أبوظبي إن شاء الله. نعم نعم. وأدير المشروع أنا وأسرتي. يعني مشروع عائلي. مشروع عائلي. أوكي. نعم. كيف إجتك الفكرة سيد أحمد أنك تفتح هذا البزنس بالذات؟ ليش ما فتحت مثلا مقاولات أو هندسة أو شيء ثاني؟ ليش ما نجأت البزنس ثاني؟ بدأت الفكرة كنا نحن في منطقة ليوة في الضفرة. منطقة سياحية. أوكي. فيها جذب سياحي، ففكرنا أن نستثمر في هذا المجال. فكانت البداية شوي صعبة في منطقة صناعية. بدينا في مبنى خاص فينا وانطلقنا منها، فكانت بداية أول سنة من المحيط. أخذنا أشياء من المحيط، يعني أغراض من الشركات اللي هي معروفة. بعدها بثمان شهور تقريبا كانت الوجهة أن نطلع نستغل بمنتج خاص فينا نحن. أوكي. يعني قررتوا أنكم تساهموا في السوق يعني باسمكم؟ نعم. أوكي. فكانت البداية أوكي ولا لا؟ بداية كان يعني. بالبداية كانت في صعوبة أكيد. في أي مشروع الشخص يواجه صعوبة من ناحية المنتج، الاختيار، يعني هي توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أكيد. لكن الإنسان يحاول مرة مرتين وثلاث، فنحن الحمد لله أعتقد أن نحن تجاوزنا الخطوة هذه أو الخطورة في الرسك في المنتجات يعني. فصارت في خبرة عندنا شوي والحمد لله. أكيد لازم تكون في صعوبات في أي مجال يعني، بس مجالك سيد أحمد. المهم أنه شخص يتخطى هالصعوبات بس بنجاح طبعا. الحمد لله. طيب سيد أحمد، خبرنا عن أكثر عن شركة ليوة الرحلات، شو أنواع المعدات اللي عندكم؟ المعدات ما شاء الله مثل ما أنت شايفة تتخصص بالإكسسوارات للرحلات بجميع أشكالها. ركزنا على أن يكون عدة أقسام، قسم البري، قسم السيارات اللي هو الدفع الرباعي، قسم البحري، والقسم اللي هو الصيد بالصغور. وعندنا تقريبا تشكيلة واسعة. ونحن كمنتجات وصلنا فيها 55 منتج 60 منتج، مركزين على تطوير المنتج هذا على رغبة الزبائن أو رغبة الكاستمر اللي موجود عندنا. ونعمل تحسينات يعني باستمرار ان شاء الله. يعني تاخذ راي الزبون يعني في اكيد. أوكي. اكيد. وبتعدلوا على المنتجات تبعكم، شو تشوفوا التعليقات تبع الزبائن بتعدلوا صح؟ اكيد. نعم الحمد لله. اكيد هذا بيسوي نجاح يعني في هذا المجال. بالضبط. سيد احمد، بما انه حكينا على الجانب البري وجانب السيارات، شو انواع المعدات الموجوده عندكم في الجانب البري مثلاً؟ الجانب البري يعني نحن تقدرين تدخلين المحل هني تطلعين بكل احتياجاتك اللي بتروحين في البر، يعني كل لوازمك موجودة عندك، الخيمة، الفرش، النوم، السجاد، اللي هو الأدوات اللي بتستخدمينها للطبخ، للتبريد، للحفظ الأطعمة، للإنارة، للفيرست ايد، عندك الطاقة الشمسية، المعدات الكهربائية، المعدات اللي هي تخليك انت مؤهله انك انت تطلعين رحله بريه امنه طبعاً. وترجعين طبعا. قبل اللقاء شفت شوي في المنتجات تبعك، ما شاء الله عليها يعني، حتى الخامه تبعها حلوه. انت اللي بتختار سيد احمد الخامه والديزاين اللي بتسويه مثلا في السجاد تبع الرمل؟
لا نعم اكيد نحن كل قطعه تشوفينها هنا مختارينها وعملنا لنا فحص وشفنا كيف نوعيتها. المصانع كثير عندهم اشكال وانواع، فانت تختارين بحيث انه يكون مناسبه سعرها كمنتج منافس في السوق، وفي نفس الوقت انت تختارين تكون عندك قناعه في الموضوع. أكيد. مثلا عندنا فرش نوم الحين انا بحط لك كوبايه مي عليها. زين مي ووتر بروف شفتها ما شاء الله عليها أيه. فيها ضمان مثلا في منتج مثلا بنكون احنا مصنعينه من مصنع معتمد المصنع هذا بنعطي عليه ضمان. فهني رغبه الزبون تكون بتزيد. اكثر عندنا واهتمام اكثر في اكثر في بالضبط في التعامل مع زبائن. نعم مثلا خلينا لو ناخذ الفرش النوم هذا للاطفال. اوكي. الفرشه الثانيه حق الكبار. فنفس الكاتيجوري نفس الـ نفس الـ نفس الديزاين، انا حاب ولدي ياخذ نفس الفرش. اي فتصممنا كذا. عندك مثلا هذه الشنط للسفر ممكن تكون معمل يحطون فيها الاغراض القهوه والشاي، وممكن تكون للملابس. مثلا هذه شنطة مميزة بناء على التعديل، شوفي هذه الشنطة فيها نفسها هي هذه للقهوة تكون دلة القهوة فيها تكون فيها دلة قهوة هني كبيرة وحطينا خامتها حلوة اي وحطينا فيها سحابات، شوفي هاي من دون سحابات ممكن يكون عندك تشارجر مثلا او بتحطين حاجة مثلا إضافية بتحطينها في الشنطة هذه. فغيرنا هذا موديل هذه نفس الشيء بعد موديل للقهوه والشاي وللبيكنيك يعني. ايه بالطريقه هذه. فتكون عمليه للاحتياجات الرحال نفسه، هذه بتكون حق التعليم. بس حلو حتى لونها. هذه اللي يسمونها الكاموفلاج منتشره في اوروبا، بس هني عندنا بعد في ناس ترغب الاشياء هذه الموديلات هاي. مثلا طورنا حتى هذا هذه للفناجين، هذه تحطين فيها فناجين القهوه على اساس انها ما تخرب او تنكسر وتكون مميزه، يعني تقدرين تعرفين وين فناجين القهوه فيها. نعم. هذه الشنطه اللي شفناها في التسويق، هذه الشنطه هي للقهوه للفناجين القهوه والشاي. هذه العدد دائما الرحال يحتاجها، بيحتاج هذه الفناجين وهذه للاستكانات الشاي وهذه لأي عدة بسيطة يعني، فيحافظ عن ما تنكسر تكون تنكسر أو شيء. طبعا هنا في عندنا تقريبا فوق ال 18 موديل، كل موديل مختلف عن الثاني. هي نعم. فمثلا مثلا هاي تفتح كذا عند الشنطتين نفس النمط بس شو صار؟ فيها واحدة ثانية تحت أو في واحدة ثانية تحت. نفس هذه؟ نفس هذه بس هذه مع بعض جت. كثير حلوة. يعني في كذا موديل وكذا كذا شكل. We'll be right back.
سيد أحمد، بما أنه حكينا شوية عن البيزنس شوية عن أنواع المعدات الموجودة عندكم، خبرني شو فضل دولة الإمارات عليك؟ هل تتلاقوا أي دعم حكومي بيجيكم من طرف معين أو حكومة؟ نعم بدعمكم؟ الله يطول في عمر الشيوخ ما قصروا. نحن كبداية الأرض اللي أنا استثمرتها من الحكومة مجانا، رسوم بسيطة فيها، جزاهم الله خير. في دعم عندنا من صندوق خليفة، ما قصروا معانا، عملوا لنا دعم وساعدونا، وعندنا دعم من غرفة وصناعة أبوظبي، حضرنا كذا مؤتمر خارج الدولة، معارض، هذه دورها تفيدنا نحن في تطوير شغلنا، تساعدنا أن نحن نطلع نشوف العالم الثاني، تساعد وتشجع اللي معاي يشتغلون، إن كانوا معيالي ولا إن كانوا موظفيني أو كانوا حتى أنتم شركاء عمل عندي الحين، فأنتم شركاء عمل. الجهات هذه ما قصرت معنا في دعم، ونحن نتمنى أن نقدر نوفي ونحط مثل ما يقولون خطوات منظمة مرتبة حق المستقبل، يعني ممكن مستقبلا ترسم خطة مستقبلية. نعم هذه تساعدنا كثير فيها. أكيد هذا بيرجع أكيد القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. الحمد لله. الله يحفظ شيوخ الإمارات كلهم. سيدي الكريم، بأنه حكينا عن الخطط المستقبلية، الحين خبرني أكثر عن شؤتك المستقبلية أنت شخصيا بعد 5 سنوات مثلا. أي واحد يطمح أن يكون مشروعه كبير ومتوسع. أكيد. نحن أول خطوة أخذناها الحين السنة هذه فتحنا 3 فروع جديدة، بنصبر لنا 2 سنين تقريبا، دخلنا على الأونلاين بزنس في تقريبا بعد 2 أسبوع، أقل عن شهر بيكون أونلاين عندنا يشتغل. الشغلة الثانية في مفاجآت جديدة إن شاء الله، في تصنيع جديد إن شاء الله مزيد من الجاهزة، بيكون في عندنا تصنيع وبيكون في عندنا مواقع جديدة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله، وفي شركاء عمل بيكونون في مثل في الكويت عندنا وفي عمان. طيب سيد أحمد، خبرني بس مشان نذكر السادة المشاهدين الموقع الرئيسي للشركة، إذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي مشان تتواصل معكم الزبائن. نحن عندنا طبعا موقعنا هنا في أبو ظبي في الوثبة وفي العين وفي أبو الأبيض، وعندنا المركز الرئيسي في اليوة. أوكي، عندكم مواقع تواصل اجتماعي انستغرام فيسبوك؟ نعم الفيسبوك والانستغرام والأونلاين إن شاء الله بيكون قريب إن شاء الله. باسم ليوة للرحلات؟ نعم، واحد ليوة للرحلات. أعزائي المشاهدين، اللي يحب يتواصل مع شركة ليوة للرحلات، هي موجودة كل المعدات الموجودة مثل ما كنا نتحدث الحين. صفحة الفيسبوك والإنستغرام هي ليوة للرحلات، بتلاقوا فيها أرقام التواصل اللي يحب يتواصل. نعم. مع السيد أحمد. نعم. أو مع موظفينه. نعم يا مرحبا. سيد أحمد، بنرجع شوي، خبرني عن موظفينك، شو الخبرات الموجودة للموظفين؟ موظفيني ما شاء الله، خلينا نقول أنا أول شيء الشغل هذا شغل عائلي، أنا وأسرتي نشتغل فيه، وموظفيني الحين تقريبا وصل عددهم من 1 لـ 12 شخص، ودربتهم، وطبعا هذا التدريب أو المهنة هذه تحتاج يعني ما تحتاج فنية وايد، لا تحتاج أنك أنت خصوصا بما أنه أنت اللي تصمم يعني الديزاين مثلا مال. أنا أعتقد بأي طريقة أنت كمذيعة إذا حبيتي شغلتك بتبدعين. أكيد. إذا هم حبوا شغلهم بيبدعون. أكيد. فالحمد لله أن عندي تيم موفق فيه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب سيد أحمد، بما أنه أنت مثلا بتعتبر يعني من رجال أعمال في دولة الإمارات، شو بتنصح أي شاب يبي يفتح بيزنس أو يخوض يعني مرحلة النجاح أو يدخل في عالم رجال الأعمال؟ شو بتنصح أي شاب يبي يمر بهذه التجربة؟ والله أول شيء يصبر، لازم يكون عنده رأس مال. أوكي. يصبر، يفكر في شغلة ما تكون مكررة، يعني يبعد عن حاجات اللي هي فيها يشوف شيء مميز، يعني يشوف شيء مميز، يتجه لغرفة صناعة أبو ظبي، صندوق خليفة، عندهم مشاريع، عندهم أفكار، ممكن ينصحونه كاستشاريين،
بيحصل دعم، بيحصل دعم من الصندوق، من الغرفة، من وزارة الاقتصاد، يشوف وين هو يبي يشوف نفسه مثلا مثل ما تفضلتي عقب 5 سنوات. في مجالات كثيرة، بس يبعد عن التكرار، لا يروح يكرر يعني الأشياء. التكرار كثير أصلاً يودي للفشل، لأنه في ناس كثيرة مثلاً الحين فتحين نص، ناس كلها فاتحة مطاعم، ناس كلها فاتحة كوفيات، يعني يلجأوا للبزنس الثاني مميز منشان ينجحوا فيه. ومثل ما خبرتنا إنه صعوبات، أكيد ما في نجاح إلا ما بيكون فيه صعوبات، أكيد لازم الإنسان لازم يتحلى بالصبر. نعم. وبتحلى بالثقة في شغله، مثل ما قلت لي الحين إنه يحب شغله. سيد أحمد، في الختام فيك تقدم رسالة شكر لإنسان عز عليك أو إنسان كان داعم لك فترة حياتك المهنية، لبين ما وصلت إلى ما قررت فتحت البزنس الخاص لك أو خلال فتحك البزنس؟ أنا أشكر أسرتي على دعمهم وصبرهم معي واقتراحاتهم، وهم عندي الأساس، هم صراحة اللي وقفوا معي، وأتمنى إن شاء الله أن يقومون هم الصغار يتعلمون ويقومون بالمهنة هذه. أكيد إن شاء الله، إن شاء الله تكون قدوة لأولادك سيد أحمد. إن شاء الله سيد أحمد، أكيد أن دولة الإمارات تنعم بنعمة الأمن والأمان، أكيد ما ننسى هالشيء، لأنه هذا كثير بيساعد المستثمرين أو المقيمين، أو فينا نقول المواطنين أنهم بحق طموحهم بينجحوا في أي مجال. سيد أحمد، نشكرك على حسن الاستضافة فريقنا، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى السنة، إن شاء الله توصل رسالة الشكر عبر برنامجنا رواد النجاح. شكرا لك سيد، نتمنى لكم التوفيق. مشكورة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، للقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة، دمتم في أمان الله.